مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، احبكم ربي يستركم جماعه. اول شيء صلوا الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع محمد. طبعا يا جماعه احنا صورنا بدايه بشلناها لسببين. السبب الاول ما كنا معودين عليكم وما كان لنا خبر انه راح ينزل رمضان، فقررنا نعايد عليكم بهذا الفيديو فمشان هيك شلنا البدايه. بدايه هاي الفيديو هو فكرة الفيديو. فكرة الفيديو هي انه راح نروح لعمول، تمام، نضل فيه يوم كامل. طبعا نحن كيف تكون تشوفوا كلكم بالتفاصيل، نحن صورنا وصار الفيديو جاهز، بس هاي البداية نحن هلا عم نصور لكم اياه. رحنا على مول وتمينا فيه يوم كامل. طبعا نتذكر المول ونحن في قلبه كامل. ربي يسعدكم، يعني شوفوا الفيديو حتى تفهموا الفكرة اكتر. احبكم كتير ونترككم مع الفيديو. قول بسم الله. سلام. ربي يسعدكم يا جماعه. حاليا يعني وصلنا على المول. رح نفوت طبعا ماسك الكاميرا هو ناصر رح يتم معنا، رح يغامر معنا. الله يا ناصر والله انت صديق حبيبي يا عمري. انت طبعا هي جايتنا على المول لسه، نقول بسم الله ونفوت. صراحه انا وصلنا، احنا وصلنا لهون، انا ترددت ما بعرف ليش. انت؟ لا انا ما ترددت كذا بيا من وشه ما ترددت. انا ليه متردد؟ انا مبسوط. انا كمان المول رح نورجيكم اللقطات، بس مو معقول يعني. ايه طبعا يلا حاليا المكان اللي مخبى فيه هو على منظم جامع. ايش فيه هون؟ جامع مخبى بالجامع. دخلنا جوا الجامع منتشف. طبعا مين جامع بقلب المول يا جماعه؟ انا على حسب ما شفت اول شيء المستودع هون هو مستودعات بس. حلو. انا على حسب ما شفت بالمره الماضيه اللي شفته هون انسب شيء انه هون تخرج من جوا. وين اخو محمد؟ طبعا هي ما في حدا ابدا من المستودعات. طلع محمد فوق فجيبه طول هو زي خبينا فيه هون كمان. يعني يا كريم يا رب طريقه طيب. هلا لسه في شوية عالم يعني. هلا صار في شوية عالم هو راح نستنى. هلا الجيم يعني. عم رايح الجيم. بس والله في عالم عم تصلي. تعال حاولني حاولني. هذا يا صاحبي. نعم. مبين عليكم زباين. اول شيء نشوف كوكا. ها؟ ها؟ امنا هون؟ ها هون ايش فيه؟ هون طبعا. WC. هاي كارت كم يعني؟ كارت؟ ايه. كارت ما خلصت. ودي طبعا بالحوض. لا هون حمود الثاني هون ينكشف ترى؟ ينكشف هون؟ هون بجي زبال يمكن بكشفكم. المسجد انا ليش اضل المسجد؟ اول شغله ما ضل صلوات اثنين يعني لما تخبى اثنين اذا تخبينا وسمينا حالنا نيمو بقول هدول ناس ونعموا عرفت؟ ما حدا بيحكي يعني عرفت علي؟ ايه نشوف طلع الدرج يعني بنطلع بالاسانسور الحلو لو؟ لا نطلع بالاسانسور؟ ايه وينه؟
الاسطوح يمكن سكروه سكروه يمكن طلع بيحترق شغله الاحتراق هذا المول تعال شوفه من هون نحن اذا مغويل قلبنا قلتلكم يا جماعة عنا صاحب يعني صار لو صار نظبط امورنا نتركهم نهرب رامي وين راي؟ ما تفرج محمود وين راي؟ نفس الحكي طبعا ربي يسعدكم يا جماعة هو محل صديق انت الحواري انت على راسي اليوم محمود كذاب هو قبل شوي سلمنا عليه شغال صار ساوي كذاب قبل شوي سلمنا ايه انت تبوسني ده قلت لك مين اللي بتعرف عندي فكرة انت اللي ضبطها يعني هذا نالو جاي اللي عندك بصور فيه ده اساسا هذا ملف قبار ايه سوا حاله ملف قبار طب حرام حرام المهم هذا اول محل هو المحل يا جماعه جمله مفرق ما تفرق جمله بس جمله في مفرق غازي اسمه مباشر لا ما مفرق بالغازي اسمه مباشر مش هذا اعلان جمله هوني هذا شغله هو صديقنا اللي راح يساعدنا تمام اذا صار شيء بدنا نقول له لحواري ياخذ اجراءات مشان انه ما طبعا هو اللي يروح الله يتيسر الله يسر لك طبعا الله يسر لك طبعا ونحن راح نخبط المول على هون بس صار ما صار هو اللي يكون كفيل ان انه نحن ما لنا حرامية بس طبعا يعني 100% رواق وزهر خلوكم معنا مشان ننزل على نزيل الله يسر الله يسر يوم رب يسعدكم خلوا ننزل على الجامعة الله يسر بسم الله ان شاء الله خير هلا هي تجربه بشعه بس كمان حلوه يعني نفس الوقت فهمتوا علي انتوا انا ما فهمت على حالي اوكي بسم الله الرحمن الرحيم في مكان جوا له يمكن لا ما في مرحبا جوا هنيك موضة يمكن ايه موضة والله انا برايي هون احسن شيء ها ايه والله ايه هنيك بتروح هنيك في كاميرا كمان هنيك وحده هون كاميرا هاي كاميرا هنيك وين بدك تروح هذاك هي اصلي هون كاميرا عليك ما بتشوف الاثنين طبيعي الله هيك لا هيك ما شايف هلا بنركنا بالساعتين ثلاثة حتى نتأكد انه تسكر بعدهم بنروح ننام هنيك والله النوم حلو يا ما بعرف والله هاي ما بعرفه كله طفور معنا فلاشات جهازك مليان جهازي مليان ايه اصلي ها هاي فلاش سوني حرام هذا تتبعوا على حكيكم هاي كلمة نايم بدها بالجامعة لا بالجامعة قول نحن دائما نحكي حكي حرام خليه يطفو الضوء شغل فلاش ناصر الله عيني صار فعلي هنيك ايه انا الشرير هاي هاي سداجات صار مشان نتغطى زنا ننام ما اظن يصير برد ايه والله نار الدنيا
شهرين سوف جات كان عندهم يمكن بس اخر الليل مش في مرض لا موت يا ابو الحلال ما احمد محمود محمد ما تعرفه جد شباب حبيبي يلا صلاه يلا صلاه الفجر يلا صلاه الفجر طب ايش رايك نحط شيء على الكاميرا وصلنا نص ساعه دراسه النساء ايش رايك نحط شيء على الكاميرا عشان ما يشوفونا ننزل نسال ذاك الوقت من بده يشوفه بيعرف يعني زمان عرفوا دي عرفوا ذاك الوقت اي والله هينزلوا يشوفوا ايش فيه هل يوم التليفون راح يقضي؟ رو غير ورجع ارجع محمد يلا روح ايش عم تسوي؟ خبي له لحمود عشان ارعبه ولي ما بشوفني يعني؟ انا مختفي ايه انت مبين ظاهر صحيفة وين رامي؟ ارتعبت؟ يو اعتذر منه يلا اعتذر منه اسف لحظتك والله كان في حدا اجى طبعا ما في والله صار قلبنا قوي عرفتوا علي مو قلبنا قوي نحن من زمان قلبنا قوي خلص يعني صرنا ساعة الله ساعة وشوي وانا فمشان هيك حاسين حالنا يعني سمعنا سعيدين على الخطر سمعنا الصوت عم تتسكر وهيك المضايق يعني الامور باذن الله بخير لهون وبس رح نسوي طلعة مشان نسوي لنا جولة فوق ليلية هون انتم شايفين في ضوء الله المولع فيكم تعتبروا انه قلنا الي ولرامي لناصر قلبي ناصر حبيبي يا عم خذ الجيمي يلا جيمي حلك ربي يسعدكم يا جماعة طلعنا حاليا نحن طلعنا لحتى نشوف الوضع يعني بصراحة اول شيء شفنا انه هيك الجو انه بيسمح نحن نمشي ناخذ ونعطي هو كله بسكر الشيء كنا عم نمشي على المراعي بصراحه هذا افرج معنا هذا اللي كانت تكون برا هيك على حاله يعني والله بحسن انا شنحه البسها تمام والبس غراضي فوقها وبكره اطلع هلا هو خطرنا كمان فكره انه نصور مش هيجي بلاقك فعلاً انت مجيبين معنا عده احتمال بكره نجي نقدر نطلع فكره نقدر نطلع نرتب نجاح شفنا الباب مفتوح لبرا باب البرا نحسن نطلع في باب في باب من تحت من تحت سري طبعا هذا بدل الانقاذ هذا مين صوتني بس حلو بس في حدا في الباب انا متاكد في حدا بس ما عم بتمشي يمكن عم بحاول هلا هو اذا كمشنا يعني ما راح يطلع منا شيء باذن الله على حكي احمد انه ما بيطلع منا شيء انه يعني بيحكي هو اللي ورطنا هو احمد حوار اللي ورطنا احمد هو اللي ورطنا هي الشغله كلها عنا ايش رايكم انت نحبسوه بالبيوتك روح من هون
حبيستكم جماعة أعطانا الكاميرا لأني شفنا حدا رقد أو نوصل أطفال الكاميرا وقرب لك بحاوله شقت جديد لسه نطلع من محل ندخل محل استريحوا شوي إذا بتحبوا معلش أبروك معكم والله تعبنا ما في ولا حدا بياع نفوا يمكن متى بتفتحوا بكره الصبح؟ بالتسعة بالثمانية يمكن سبعة ثمانية بدي اقوم وكمل اتمشى وانا تعبت نام ايه بالجامع بالجامع نحن الصبح بنعير تليفونات بنفيق شو صارت ساعة؟ نعرف الباب نطلع منه خمسة سعدينكم أنا أقول لك فيت واحد بس كمشونا هلا هنسلى بس بكرة الصبح سبق مشونا أصلي تبقى ما يجي رد علينا أحمد يكونوا أحمدونا طبعا الله الساعة خمسة الصبح يعني عن جد أنا والله فرضت نطلع ربي ياسد مثل هذا كل قلبي طلب ناس لا طلب نوم طلب شو يعني ما بعرف أركز أحكي يريحه شوفه ناجح نجاح وغامض بنجاحه هكم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة